بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل الكلام اللي بداناه في المره الماضيه بعنوان التئام الجماعه بتمامها شرط لبدء القداس الالهي. واتكلمنا في المحاضره الماضيه ان الشعب عنصر اساسي في تكميل الإفخارستي. هنتكلم عن جزئية أخرى بعنوان أن الاقتدار الأواشي يكمن في مشاركة الكنيسة كلها فيها. الأواشي دي عنصر أساسي في القداس ومعروفة منذ البداية المبكرة جدا للكنيسة. فمنذ نشأة القداس كان في أواشي. فقوة الأوشية، اقتدار الأوشية بيكمن في أن الكاهن اللي بيصليها الشعب بيشاركه في هذه الصلاة. عشان كده الأواشي اتسمت عند القديس يوستينوس الشهيد، ده اتنيح نصف القرن الثاني تقريبا. بيقول أن الأواشي دي اسمها صلوات عامة. فجه العالم الليتورجي الشهير الألماني أنتون باوم شتارك فعقب على كلمة صلوات عامة دي أن هذه التسمية ربما تعني أن الشعب كله كان يردد معا صيغة الطلبة أو الأوشية. كل الشعب بيقول، أو أن الشعب كان يرددها جملة جملة بعد الرئيس. لكن على كل حال إنه لا توجد أوشية حاليا في الكنيسة لا يؤمن الشعب عليها بمرد إما أمين أو كرياليسون. ترديد الشعب بأمين أو كرياليسون بعد الأوشية بيعني مشاركة شعبية في الأوشية، فاللي بيرفعها ليس الكاهن فقط لكن بمشاركة الشعب أيضا. فقوة الأوشية أو الطلبة واقتدارها في الدخول إلى عرش النعمة لتنال استجابتها الفعلية تكمن في مشاركة الكنيسة كلها فيها. فالكنيسة كلها تطلب وتتوسل. هنا أيضا لا يكون الكاهن نائبا عن الشعب في الطلبة أو بديل له، فربما يصلي بلسان الشعب في بعض الصلوات ولكن على مسمع من كل الشعب الذي يؤمن على صلاة الكاهن بمشاركة حية. فتكون الصلاة في النهاية هي صلاة الكنيسة كلها. هنا بتبلغ الصلاة منتهى قوتها، وهنا بتستعلن الكنيسة على حقيقتها. لما نفقد مفهوم الكنيسة نفقد أغلى ما تركوا لنا المسيح. في خاصية تانية بتميز التطور المبكر لهذه الأواشي أو الطلبات، وهي الدعوة إلى الصلاة التي تسبقها، أي دعوة الشعب كله للمشاركة فيها. كانت هذه الدعوة في البداية هي الواجب المنوط بالأسقف أو الكاهن، فهي مسؤوليته الأساسية في دعوته للشعب للمشاركة في الطلبة والتوسل. وفيما بعد وفي الشرق المسيحي انتقلت هذه الدعوة للصلاة إلى الشماس. يعني الشماس بيقول إيه؟ صلوا من أجل كذا كذا. يعني الكاهن يقول الأوشية، الشماس ينبه الشعب صلوا من أجل كذا، فالشعب يقول آمين أو كرياليسون.
بالنسبة لجموع المشتركين في الصلوات، كانت مشاركتهم في البدايات المبكرة لنشأة الليتورجية قليلة، يعني المرضات اللي بيشترك فيها الشعب أثناء القداس كانت قليلة، أقل مما هي عليه الآن. بس الحاجة البديعة بقى اللي كانت هناك صلاة صامتة بعد كل دعوة لهم بالصلاة في كل أشياء أو طلبة من هذه الطلبات. وفي أيام التوبة والتذلل كان الركوع على الركبتين يصاحب هذه الدعوة للصلاة، ولكن يبدو في الأصول الأولى أن هذا الركوع أو السجود أيضا كان صامتا، وهو ما كان متبعا في الهيكل القديم. الكنيسة بتقيم الإفخارستية عشان تستفيد من حضرة المسيح على المذبح، تطلب اللي هي عايزاه. فالطلبة دي عنصر أساسي، اللي هي الأشية دي عنصر أساسي، لأن لها قوتها القوية جدا بحضور المسيح على المذبح واجتماع الكنيسة كلها حوله. ففي القديم وفي أشية الملك لما يقول الكاهن صلوا من أجل سلامة الإمبراطور الكلي التقوى قسطنطيوس، يرد الشعب في الحال بصوت واحد مجيبين المسيح يحفظ قسطنطيوس، ويبلنا من أشية الآباء أهمية دور الشعب في صلاته من أجل الرعاة، من أجل الكهنة، من أجل الإكليروس، بدءا من البابا البطريرك وحتى أصغر رتبة كنسية. أبونا يقول إيه؟ انعم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع، وصلواتهم التي يصنعونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عليهم، اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور. صلواتهم التي يصنعونها عنا، احنا الشعب يعني، وصلواتنا نحن أيضا عليهم. الشعب يصلي من أجل البطريرك، يصلي من أجل الأسقف. إذن مش الكهنة بس هم المسؤولين عن الصلاة من أجل الشعب، ولكن الشعب أيضا مسؤول عن الصلاة من أجل الكهنة. وصلاة هؤلاء وأولئك من أجل بعضهم البعض هي اللي بتكمل معنى الكنيسة. معنى الكنيسة اللي هي إيه؟ يعني أعضاء حية في جسد واحد هو جسد المسيح. كل الأعضاء تصلي من أجل بعضها البعض، وكل الأعضاء تستمد قوتها وحياتها من الرأس الذي هو المسيح. فعند المذبح المقدس الناطق السمائي بتنصهر كل صلواتنا، فتصير صلاة الكنيسة بخورا طيبا زكيا هو صلوات القديسين. الشيء الطبيعي اللي كل الناس عارفاه ان الأسقف بيصلي من اجل الشعب، بل هو ده عمله الأساسي والرئيسي. اما اقتدار الكنيسة وقوتها فهو في صلاة الشعب كله من أجل الأسقف. فطلبة الأسقف من أجل شعب الكنيسة تقتدر كثيراً إن صلى الشعب من أجل أسقفه. فالسلام يملأ الكنيسة ليس فقط حينما يعطيه الأسقف للشعب قائلاً سلام لجميعكم، بل أيضاً عندما يعطيه الشعب للأسقف قائلا ولروحك أيضا.
فمن داخل الإفخارستية يمكن للأعضاء أن تصلي من أجل المترقص الصلاة. هنا يكتمل السلام. إذا أعطاه الأسقف للشعب وإذا أعطاه الشعب للأسقف. القديس يوحنا ذهبي الفم له مقالة بعنوان غموض النبوات، يقول فيها إيه؟ إن كان أحد بين الجمع يسأل أي واحد منكم الصلاة من أجل سلام الأسقف فسيعتذر معتبرا أن الأمر يتعدى قدراته، ولكن عندما نجتمع في سر الشكر يعني نسمع الشماس يطلب صلوا من أجل الأسقف ليعطيه الرب حياة مديدة ومعونة مفصلا كلمة الحق، فإنكم لا ترفضون هذا الطلب بل على العكس ترفعون للحان صلاة مدركين قوة اجتماعكم معا، والعارفون يدركون ماذا أريد أن أقول. ففي الحقيقة إن صلاة الموعوظين ليست لها هذه الفاعلية لأنهم لم يبلغوا بعد هذه الجرأة، ولكن أنتم الذين وهب لكم أن ترفعوا صلاة من أجل كل العالم، من أجل الكنيسة المنتشرة من أقصاء الأرض إلى أقصائها، ومن أجل الأساقف المكرمين، فإنكم تطيعون بحماس. فتختبرون إذن مدى اقتدار الصلاة التي ترفعونها معا كجماعة في الكنيسة. ننتقل إلى نقطة أخيرة عنوانها غاية حضور القداس الإلهي هو التناول من الأسرار المقدسة. بيذكر الأب ألكسندر شميمان بيقول إن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات بيذكر أن الشماس كان يقول ليخرج كل من لا يريد أن يتناول القدسات، ليخرج كل من لا يريد أن يتناول القدسات. عندئذ لم يكن يبقى في الاجتماع الإفخارستي سوى المؤمنين أي المعمدين في الكنيسة، وهم مدعوون جميعا الآن بالصلاة المشتركة إلى الاستعداد للتقدمة الإفخارستية. يعني كل اللي حاضرين الكنيسة هيتناولوا. لقد ربط المسيح إقامة ذكراه بتناول القدسات ومنذ بدء الأناقلة، أي منذ مطلع القداس الإلهي. فلا شيء إطلاقا في الكنيسة بتاعتنا وفي مصادرها القديمة بيشير إلى نوعين من الحاضرين في القداس، مجموعة هتتناول ومجموعة مش هتتناول. اللي حاضر القداس يعني هيتناول، عشان كده الموعوظين اللي مش هيتناولوا اللي لا يحق لهم التناول كان بيخرجوا من الكنيسة وتقلق الأبواب. فصل القدسات عن المناولة يضعف السر الإفخارستي، فلا نعود نرى فيه تحقيق للكنيسة وإعلان لملكوت الله وللحياة الجديدة، فبيتحول التناول شيئا فشيئا إلى مجرد جوهر مقدس، وكأن السر ده تحول إلى معجزة تشريحية تعمل فينا عمل السحر. الكلام ده قاله واحد اسمه خومياكوف من روسيا. من هنا كان الحائط المسدود اللي بتصطدم به كل محاولات شرح الإفخارستية. خومياكوف ده بيقول كلا الطرفين البروتستانت والكاثوليك إما
ينفيان التحول العجائبي لعناصر أرضية، وإما يؤكدان، من دون أن يفهم البتة أن العنصر الأساسي لأي سر هو الكنيسة، وأن الأسرار لا تقام في نهاية المطاف إلا لخدمتها من دون أن تكون لها، أي الأسرار يعني، أي صلة بنواميس المادة على الأرض. من يزدري بواجبه في المحبة تمحى من ذاكرته قوتها، ويفقد معها ذاكرته عن الحقيقة في عالم الإيمان. قابلتني حاجة لطيفة في نهاية الكلام ده، قريتها في كتاب تاريخ البطاركة من سيرة البابا شنودة الأول. ده جلس على الكرسي في القرن التاسع الميلادي، والبطاركة 55، بيبين فيها يعني قوة اجتماع الشعب في الكنيسة، وأن الاجتماع الشعب مع الأسقف يستطيع أن يبدد كل مؤامرات ضد الكنيسة. فبيقول تقدم إليهم اللي هو البابا شنودة الأول إلى الأسقف، يعني أن يجمعوا سائر الشعب إلى البيعة في يوم الحد ليناولهم من الأسرار المقدسة ليلا قبل الصبح، ويسير معهم إلى أن يوصلهم إلى الريف فقويت نفوسهم. ثم قام في نصف الليل واجتمع إليه الأسقف والرهبان والشعب، وابتدأ بالقداس، وفيما هو يطوف بالبخور على الهيكل وعيناه تفيض دموعا بحرقة، كما قال عبيديا النبي: بكى الكهنة الذين كانوا يخدمون حول هيكل الرب، وكان يبكي هو البطرك يعني، ويقول كما قال النبي: أمهل يا رب شعبك ولا ترزل ميراثك هذه الرذيلة. ويسود عليه الأمم لئلا يقول الأمم أين إلهه. يعني كان في مؤامرة من العرب الهجوم على الكنيسة، والأباء الرهبان يبكون بحرقة ودموعهم ممتزجة بالأفكار لما سينالهم من العرب المفسدين. تناولوا الأسرار المقدسة قبل الصبح، وكان الأب يبكي على خراب البرية من الرهبان، ثم سرح الشعب وخرج وهو يعزيهم، وكانوا يباركون الله وتعجبوا من قوة الأب وجسارته، لأنهم ينظرونه مثل موسى النبي أمام بني إسرائيل، فبصلاته وطهارته نجى الله الشعب من أيدي العرب ذلك اليوم. ربنا المجد الدائم.